بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده برضه هنبدا نكمل كلامنا عن الصحراء الشرقيه اللي هو القسم الثالث في تضاريس مصر. احنا كده خدنا وادي النيل والدلتا ومنطقه الفيوم، خدنا الصحراء الغربيه، والنهارده هنتكلم عن الصحراء الشرقيه. لما نيجي نبص كده يا شباب على الصحراء الشرقيه، برضه اول حاجه بنعرفها الامتداد بتاعها بتبدا منين؟ من النيل. الصحراء الشرقيه بتبدا من وادي هنا يسمى وادي الطميلات لحد دولة السودان. طالب يقول لي يا مستر طب ليه ما قلناش من البحر المتوسط؟ لأن الجزء يا رجالة اللي هو من بعد وادي الطميلات ده تبع الدلتا. المنطقة دي كده كلها هي منطقة الدلتا. فبتبدأ الصحراء الشرقية من وادي الطميلات في الشمال لحد دولة السودان في الجنوب. وبتبدأ من البحر الأحمر في الشرق لحد وادي النيل والدلتا في الغرب. ده امتداد الصحراء الشرقيه. مساحتها تقريبا تمثل 22% من مساحه الدوله المصريه. طب لما نيجي نبص للظواهر اللي فيها، وخلي بالك ان الجزئيه دي هنا مهمه قوي. من اهم الظواهر اللي موجوده في الصحراء الشرقيه جبال البحر الاحمر. الجبال دي. ودي جبال بتمتد بطول الصحراء الشرقيه. ونخلي بالك إن الجبال دي بتتكون من عدة سلاسل جبلية من أكتر من جبل. لو خدتوا بالكم معايا كده هتلاقوا في الشمال في جبل اسمه جبل الشايب. وفي الوسط جبل كان اسمه جبل حماطة. وفي الجنوب جبل كان اسمه جبل علبة. دايما كنت بحفظهم للطلبة بقول لهم كده الراجل الشايب سرق العلبة من الواد حماطه. يبقى اذا الجبال اللي هي ايه بقى؟ شايب وعلبه وحماطه. الراجل الشايب سرق العلبه من الواد حماطه. لو انا سالت هنا طب اعلى جبل في جبال البحر الاحمر في الثلاثه هو جبل ايه؟ الشايب. حتى من الاسم يعني الشايب يعني الراجل العجوز الراجل الكبير. فيبقى اذا جبال البحر الاحمر هي جبال بتمتد على طول ساحل البحر الاحمر تكون من ثلاث جبال شايب وحماطه وعلبه اعلاهم هو جبل جبل الشايب. ولذلك هنا ساعات يجي سؤال في الامتحان يقول لك كده اعلى جبال موجوده في الصحراء الشرقيه جبل نقط. يبقى جبل ايه يا جماعه؟ جبل الشايب هو الاعلى في جبال الصحراء الشرقيه. جبال البحر الاحمر ودي معلومه مهمه قوي بتنحدر منها نوعين من الاوديه. اوديه تنحدر ناحيه البحر الاحمر وأودية تانية تنحدر ناحية وادي النيل. هرسم برضه رسمة كده أو شكل كده يوضح لنا الموضوع ده أكتر. مش مستر الوادي ده بيبقى بين جبلين؟ هقول لك يا بطل اهو دلوقتي. أنا هنا ده البحر الأحمر وهنا وادي النيل. الجبال دي يا جماعة بتسقط عليها أمطار. لما بتسقط عليها امطار في جزء منها بيجري الناحيه دي وجزء بيجري الناحيه الثانيه. سيول. اللي هي بتسقط على شكل سيول، فبتكون اوديه. بعد كده لما الامطار بتجف الاوديه دي بتتحول لاوديه ايه بقى؟ جافه. فالاوديه الجافه دي هي اوديه كانت فيها ميه ثم ايه اللي حصل لها؟ ثم جفت. قال انا عندي نوعين من الاوديه بينحدروا من الجبال دي. في اوديه بتنحدر باتجاه البحر الاحمر. الأودية دي كلنا عليها أودية قصيرة شديدة الانحدار. يعني هي قصيرة وانحدارها بيكون ايه؟ شديد. على العكس تماما الأودية اللي تنحدر ناحية وادي النيل. بيقول لنا إن دي بتكون أودية طويلة قليلة الانحدار. يعني انحدارها بسيط وبتكون المسافة بتاعتها ايه؟ طويلة. يبقى انا عندي نوعين من الاوديه الجافه بينحدروا من جبال البحر الاحمر. واحد منهم او نوع منهم بينحدر ناحيه البحر الاحمر ودي اوديه شديده الانحدار وقصيره، واوديه ثانيه بتنحدر ناحيه وادي النيل ودي اوديه طويله قليله الانحدار. طب لو خدنا بالنا كده من على الخريطه هنجد ايه الاوديه اللي بتنحدر ناحيه البحر الاحمر؟ ثلاث اوديه. وادي اسمه وادي علم. ووادي تاني اسمه وادي الجمال. ووادي تالت اسمه وادي حوضين. التلات اوديه دول يا شباب انحدارهم شديد ناحيه البحر الاحمر.
والتلات أودية ديت أودية قصيرة. على العكس الناحية التانية في أودية بتنحدر ناحية وادي النيل والدلتا، دي أودية طويلة وقليلة الانحدار زي وادي يسمى وادي الأسيوطي أهو، ووادي تاني اسمه وادي القنا، ووادي تالت في الجنوب عند أسوان اسمه وادي العراقي. يبقى أنا عندي أودية بتنحدر بشدة ناحية البحر الأحمر وأودية تنحدر ببطء ناحية وادي النيل. فهو لما يسأل عن أي وادي من الأودية دي تبقى أنت عارف لو الوادي ده ناحية البحر الأحمر يبقى ده وادي شديد الانحدار وقصير، لو الوادي دوت ناحية وادي النيل يبقى دوت من الأودية الطويلة قليلة الانحدار. طب هي إيه أودية جافة أصلاً؟ قال لي دي أودية كانت مليئة بالمياه ثم جفت، يعني كان فيها مية وبعدين المية اللي حصل لها يا جماعة نشفت اختفت. طب هل لها أهمية دلوقتي؟ قال لي آه، يمكن استخراج المياه الجوفية منها، لأن الأودية دي امتصت مياه من الأمطار وخزنتها عندها في باطن الأرض فممكن أستخرج منها مية جوفية. طب والحاجة التانية؟ قال لي ممكن أبني سدود عند الأودية دي وخزن مياه الأمطار اللي بتسقط على جبال البحر الأحمر في فصل الشتاء. في فصل الشتاء يا جماعة جبال البحر الأحمر بتسقط عليها أمطار، لو أنا جيت عند نهاية هنا المية بتنزل بالمنظر ده، لو جيت هنا بنيت سد يبقى أنا هقدر أخزن المياه دي واستفيد منها بعد كده في أعمال الزراعة. ده العنصر الأول المهم في الجبال. العنصر الثاني لو انت واخد بالك هلاقي عندي هضبتين، هضبة في الشمال تسمى هضبة المعازة، وهضبة تانية في الجنوب اسمها هضبة العبدة. الهضاب يا جماعة تكوينها عشان تقدر تعرف ترجع لأي زمن، ترجع للجدول اللي في درس التكوينات الجيولوجية. احنا قلنا في درس التكوينات الجيولوجية يا جماعة احنا اتفقنا قلنا ان عندك كل ظاهرة هو جايبها جايب لك او كاتب لك موجوده في انهي زمن. فلو هتبص على هضبه المعازة تلاقيها في الزمن الثالث، لو هتبص على هضبه العبابة تلاقيها في الزمن الثاني من الازمنه الجيولوجيه اللي اتكونت فيها. ولذلك انا دايما باكد عليكم الكلام ده كله انت مش بتحفظه، انت بتبقى فاهم هو عايز يسالك في ايه. يعني لما يجي يسالك مثلا عن جبل العوينات هو اتكون في انهي زمن؟ سيادتك هترجع على طول الى الازمنه الجيولوجيه الجدول اللي موجود في الكتاب عندي، هتلاقي جبل العوينات بيرجع تكويناته الصخريه لزمن الاردي لان في صخور الجرانيت والرخام والبازيل اللي هي كلمه جبر، فدي بترجع لزمن الاردي وهكذا. كل ظاهره من الظواهر دي نقدر ان احنا نعرفها من خلال درس التكوينات الجيولوجيه. تمام كده يا شباب؟